وراء كل رجل عظيم امرأة، مقولة تنسب لأرسطو وتنسب أيضا لنابليون بونابرت. ووراء كل ثورة مضادة تخطف أحلام الشعوب بالحرية، إمارات والسعودية، مقولة تنسب للمصريين والتونسيين والليبيين والجزائريين والفلسطينيين والسوريين، وأخيرا وليس آخرا للسودانيين. الحاصل المليونية اليوم ده يا أخواننا، احنا اكتشفنا انه في لعبة خبيثة دار يعملها منه المربع الاماراتي السعودي المصري، دار يعملها زي ما عملوا في مصر لنا سنين مع العساكر. المساكر يعني احنا ما دارين مجلس سيادي مدني. كيف تتحول الدول من ممالك خير الى مثلثات شر في نظر مواطن سوداني؟ الان مصطدمين بدولة عميقة، وكذلك اصطدمنا بما يعرف بالمثلث الشر الذي تمثله الإمارات وتمثله السعودية. يريدون أن يغمدوا الثورة الحقيقية، أن هذه الإمارات والسعودية تدفع المال لذاك الرجل الذي يدعى حميتي. هذا الموقف لا يعبر عن كل السودانيين، فهذا شاعر مادح يحثى في وجهه الورد والرز. حي الله الملك سلمان، فارس العروبة الفاتح للكرم ديوان. إن خطفتم الثورة فستخطفكم وسيهزمكم في النهاية جيل كابتن ماجد. يسخرون من هذه الأشياء، يقولون نحن جيل قمنا على مشاهدة كابتن ماجد وهو مسلسل كرتون للأطفال، يقولون هو يسدد الكرة نحو المرمى في خلال 3 حلقات حتى يحرز هدفا. فما عندنا شيء نصر، قاعدين قالوا نحن راجين هذه الثورة وحاملنها بالسلمية وحاملنها بالوعي.